أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج صدى الأقلام وحلقة جديدة نرصد ونحلل فيها أبرز ما ورد في الصحف العراقية والدولية والعالمية، ولكن بعد فاصل قصير. البداية من صحيفة المدى ونقرأ منها تقرير تقول فيه في مشهد يعكس تماما معاناة الشعب العراقي وتحدياته المستمرة، حيث خرجت عشرات النساء في بغداد العاصمة لمواجهة إجراءات الحكومة القمعية التي تظل غير مكترثة بمعاناة ذوي المعتقلين تحت ضغوط جماهيرية ومناشدات لوقف عمليات الإعدام المنفذة بحق المعتقلين الأبرياء الذين تعرضوا للتعذيب بالقوة. يظهر هنا جليا الفشل الحكومي في تحقيق العدالة والمصداقية معها. هذا التقرير من صحيفة المدى ويسلط الضوء على تلك الاحتجاجات التي تعكس غضب المواطنين من السياسات القمعية والوعود الكاذبة من القوى السياسية. نظمت العشرات من النساء العراقيات احتجاجات في وسط العاصمة بغداد للمطالبة بوقف عمليات إعدام المعتقلين الذين تم انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب أو بواسطة المخبر السري، وإقرار قانون العفو العام الذي من شأنه إتاحة فرصة للمعتقل المدان لإعادة محاكمته وفقا لإجراءات قضائية عادلة وشفافة. واحتشدت العشرات من زوجات وأمهات المعتقلين في ساحة التحرير وسط بغداد يحملن صورا لأبنائهن وأزواجهن وأشقائهن مع يافطات كتبت عليها عبارات تندد بعمليات الإعدام الأخيرة التي نفذتها السلطات العراقية. وطاولت عشرات المعتقلين وفقا لتقارير حقوقية وسياسية عراقية، كما رفعنا شعارات تندد باعتماد المخبر السري والاعترافات التي أدلى بها أبناؤهن تحت التعذيب، مطالبات بتحقيق العدالة من خلال إقرار قانون العفو العام الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ نحو عامين ويحمل بنودا مهمة من بينها إعادة محاكمة من يثبت تعرضه للتعذيب خلال التحقيق، وأيضا ضحايا المخبر السري الذي بسببه تم الزج بآلاف الأشخاص في السجون خلال السنوات الماضية. وطالبنا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد بإيقاف عمليات الإعدام لحين إقرار قانون العفو العام منعا لقتل الكثير من الأبرياء داخل السجون. نبقى مع تقرير صحيفة المدى، فبينما تنطلق أصداء تحذيرات المجتمع المدني تتصاعد حدة الانتقادات ضد الحكومة الحالية التي يبدو أنها تغض الطرف عن حقوق الإنسان في العراق، كما تبين ذلك من خلال الاحتجاجات الجارية، حيث تعكس هذه القضايا كما تشير إلى ذلك المدى تعكس أزمة حقيقية في العملية السياسية، إذ يبدي المواطنون العراقيون استياء متزايدا يوما بعد آخر من الصمت الرسمي تجاه الجرائم الممنهجة والطائفية في حقهم. ويضيف التقرير كذلك أن تصاعد عمليات الإعدام والوعود الفارغة لقوانين العفو يفضح هشاشة النظام القضائي، وبينما تتغاضى الحكومة عن مسؤولياتها تجاه قتل الأبرياء وتفشي الظلم والفساد، مما يستدعي وقفة جادة من الجميع أمام هذه الانتهاكات المستمرة. هاجمت المحتجات القوى السياسية والأحزاب التي كررت وعودها في الانتخابات الماضية بشأن إقرار قانون العفو العام، لكنها تخلت عن هذه الوعود والتزمت الصمت الآن، ملوحات بعبارات مثل ماكو عفو ماكو انتخابات، في إشارة إلى مقاطعة الانتخابات المقررة في نهاية العام المقبل في حال عدم إقرار القانون الخاص بالعفو العام الموجود حاليا بالبرلمان. وكشف مرصد آفاد لحقوق الإنسان في العراق في وقت سابق عن تنفيذ السلطات العراقية ما لا يقل عن 50 عملية إعدام في شهر أيلول الماضي، اعتبرها من بين أوسع عمليات الإعدام التي تنفذ في البلاد منذ عام 2003، محملا رئاسة الجمهورية مسؤولية تسريع وتيرة عمليات الإعدام في البلاد لغايات سياسية. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي أصدرت عدة قوى وشخصيات سياسية عربية سنية مواقف تطالب بوقف حملات الإعدام
التي تتزامن مع ترقب التصويت على تعديل قانون العفو العام، بما يضمن إعادة محاكمة المعتقلين وضمان عدالة الأحكام بحقهم، وفقاً لبنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم الاتفاق عليها عام 2022 قبيل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. إذن تستمر ظاهرة القمع والبطش التي تمارسها الحكومة العراقية في تأجيج مشاعر الغضب والاستياء في الشارع العراقي، خاصة في مدينة الناصرية التي كانت ولا تزال تعبيرا عن نبض الاحتجاجات، كما يوضح كاتب المقال في العربي الجديد. يكشف تسلم اللواء نجاح ياسر العابدي مهمته كمدير لشرطة المحافظة عن نوايا الحكومة الحقيقية في التعامل مع المتظاهرين من خلال تنفيذ مذكرات اعتقال وقبض مسيسة. إن هذه الخروقات، يقول، لحقوق الإنسان تأتي في وقت يعاني فيه العراقيون من انعدام الثقة في العملية السياسية واستمرار السلطات في إفلات الجناة من العقاب والمساءلة، بينما يعاقب الناشطون العزل لمجرد مطالبتهم بحقوقهم الشرعية، مما يعكس ملامح الفشل السياسي والأمني في تعزيز معايير العدالة والمساواة. مذكرات القبض الكيدية هذه مدار نقاش وتفاوض على مدى السنوات الماضية، لأن هذا طابع سياسي، ولما كان الحل التفاوضي يؤجل في كل مرة فقد كان قادة شرطة ذي قار يضعونها في الأدراج السفلية ولا يفتحونها بانتظار الحل التفاوضي. فما الذي حصل مع قائد الشرطة الجديد؟ لا بأس بالإشارة أولا إلى الوضع الخاص لمدينة الناصرية، فهي تكاد تكون المدينة الوحيدة التي أحرقت فيها مقر الأحزاب السياسية ومقر الميليشيات خلال تظاهرات تشرين عام 2019، ولم يعد فتحها. والمستثنى من هذه الحالة هو مكتب التيار الصدري، ويبدو من خلال أحاديث الكواليس مع ناشطين وشخصيات مؤثرة في المدينة أن النقطة أعلى محرك القصة الجديدة، فالأحزاب المنضوية تحت الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم تريد إعادة فتح مقرها في المدينة تمهيدا لانتخابات 2025، فحصة محافظة ذي قار 19 مقعدا في مجلس النواب، وهو عدد كبير، ولا تريد هذه الأحزاب خسارة هذه المقاعد. يطالب المتظاهرون اليوم بإطلاق سراح من ألقي القبض عليه بأوامر مدير الشرطة الجديد نجاح العابدي، وما زالت القضية مفتوحة على الاحتمالات كلها. في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها العراق، تبرز انتفاضة تشرين كرمز للمقاومة الشعبية ضد الفساد والظلم الذي تمارسه الحكومة، هكذا جاء في المقال، كما يوضح الكاتب محمد عبد الرحمن في مقاله بصحيفة طريق الشعب أن هذه الانتفاضة لم تكن مجرد رد فعل عابر لا أكثر، بل هي تعبير عن إرادة الشعب العراقي في استعادة وطنه المسلوب من قبل قلة من المتنفذين الذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية. إن الفشل المستمر، يقول المستمر، هذا المنظومة الحاكمة في تلبية احتياجات المواطنين وغياب العدالة الاجتماعية دفع الملايين للخروج إلى الشوارع منتفضين، مما يعكس عمق الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد. ومع استمرار القمع ومحاولات إجهاض هذه الانتفاضة، يبقى السؤال هنا مطروحا: متى ستستجيب الحكومة لمطالب الشعب وتعمل على تحقيق التغيير المنشود لهم الذي يطمحون إليه في العراق جميعا؟ الانتفاضة لم تذهب إلى قضايا جزئية، بل توجهت نحو أس الأزمات. منظومة المحاصصة ومنهجها الفاشل المدمر الذي دفع الملايين للخروج إلى الشوارع والساحات محتجة على واقع الحال، رافضة له ومعلنة أنها تريد تغييره. وعندما قال المنتفضون نريد وطن، فإنهم وضعوا الإصبع على الجرح، فالوطن مسروق والشعب مغيب وحفنة من المتنفذين تهيمن وتصول وتجول. الانتفاضة لم تذهب إلى قضايا جزئية، بل توجهت نحو أس الأزمات. منظومة المحاصصة ومنهجها الفاشل المدمر الذي دفع الملايين للخروج إلى الشوارع والساحات محتجة على واقع الحال، رافضة له ومعلنة أنها تريد تغييره.
وعندما قال المنتفضون نريد وطن فإنهم وضعوا الإصبع على الجرح، فالوطن مسروق والشعب مغيب، وحفنة من المتنفذين تهيمن وتصول وتجول وتعيش ببذخ فاقت فيه حياة الأباطرة والملوك والسلاطين، وكل ذلك على حساب جوع وفقر وآلام الملايين. ولأن شعار الانتفاضة يقض مضاجع الفاسدين والمرتشين والمتخادمين، فقد التقت مصالح جهات عدة على محاربتها داخلية وخارجية، وعلى السعي بكل الوسائل القادرة إلى إجهاضها. وتعرضت إلى صنوف الملاحقة والقتل العمد والخطف والتغييب القسري والاغتيال. وكما بالأمس يجري اليوم استخدام القمع وكبت الحريات ومصادرة الحق في التعبير السلمي والتشويه وإلصاق التهم جزافا، ويحصل هذا مثلا لمعارضي التعديلات المجحفة المراد فرضها على قانون الأحوال الشخصية، وعند ملاحقة الناشطين والمحتجين والمطالبين بحقوقهم المشروعة، وأمامنا ذيقار تشهد على ذلك. ويبدو أن البعض لم يتعظ ويبقى مأخوذا بنشوة الأكثرية البرلمانية أو بأكداس السلاح أو المال المسروق، فنقول لهم إن العنف والسعي لتكميم الأفواه بذرائع مختلفة لن تفل العزائم، فالعنف أعجز من أن يحمي مسؤولا أو نظاما. في خضم الصراع المستمر بين الفلسطينيين والمستعمرين، يطرح الكاتب ساري عرابي في مقاله بموقع عربي 21 تساؤلات عميقة حول جدوى المقاومة الفلسطينية في فلسطين المحتلة وأخطائها محطات النضال الفلسطيني. يؤكد الكاتب مستمر، ويؤكد كذلك أن النقد يجب أن يظل ضمن إطار البناء، حيث لا يمكن تحميل الفلسطينيين مسؤولية الإبادة التي يتعرضون لها. المقال هنا يدعو إلى إعادة التفكير من جديد في كيفية دعم المقاومة الفلسطينية، بعيدا كل البعد عن إلقاء اللوم على من يقاومون الاحتلال، ويشدد كذلك على أهمية الوحدة والتضامن معا في مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني. تأكيد، نحن لا نناقش هنا من ينتقد 7 أكتوبر من موقع العداء للشعب الفلسطيني أو العداء لحركة حماس أو الانحياز للعدو، وإنما ذلك الذي تتحكم فيه مشاعر صادقة تجاه الكارثة الكبرى التي وقعت بالفلسطينيين في غزة، وما يمكن أن ينبني عليه من إنجاز إسرائيلي لاحق. ولكنه والحالة هذه لا يقول شيئا أكثر مما هو معروف، سوى مبالغته في اتهام مخالفيه أنهم لا يقيمون وزنا للكارثة الإنسانية الحاصلة، وهذا اتهام أخلاقي ظالم، لأنه بدوره يتجاهل زوايا النظر المتعددة للحرب، ويتجاهل أن التقدير الحقيقي للخسارة العظيمة في غزة لا يكون فقط بمجرد وصفها وتحميل عملية 7 أكتوبر المسؤولية عنها، بل من صور تقدير تلك الخسارة هي نصرة كل من وقعت عليه الإبادة والحرب الإسرائيلية، بما في ذلك أصحاب 7 أكتوبر. فبالنظر الأخلاقي الصرف، هل تكون نصرة الفلسطينيين بشتم بعض من تقوا عليهم الإبادة وعزل ذلك البعض عن بقية الشعب المظلوم؟ وينبغي أن تكون هذه المسألة واضحة، أي عدم تحويل النقد إلى إدانة. وبما يغني عن تكرار الكثير مما قلناه عن كون الإبادة عقيدة إسرائيلية لا يتحمل المسؤولية عنها إلا الإسرائيليون، وكذلك ينبغي أن تكون الأمثلة التاريخية من الممارسة الإسرائيلية نفسها كافية لتبيان أن مستويات العنف الاستعماري متعلقة بإرادة المستعمر لا بمن يقاومه. أحداث هذه الحلقة مستمرة بعد الكاريكاتور.
نقرأ لفلسطين إلى صور من يوميات الجوع فيها، يصعب تصديق مدى قدرة أهالي قطاع غزة على احتمال يومياتهم الشاقة، وقد مضى أكثر من عام كامل على بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. اليوميات تزداد سوءاً وتستمر آلة الحرب الإسرائيلية في قصف المدنيين العزل وحصارهم وتجويعهم وتشريدهم. يوم الخميس الماضي مثلاً أفاد تقييم صادر عن الأمم المتحدة بأن نحو 345,000 من سكان غزة سيواجهون جوعاً كارثياً هذا الشتاء القارص بعد تراجع إيصال المساعدات، محذراً من خطر المجاعة في أنحاء القطاع. وبحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن ازدياد المساعدات الإنسانية خلال الصيف خفف معاناة أهالي غزة بعض الشيء، لكن سجل في سبتمبر أيلول الماضي دخول كمية أقل من الإمدادات التجارية والإنسانية إلى غزة منذ مارس آذار الماضي، ولا يزال الغزيون يقفون في طوابير طويلة يومياً لتأمين الحد الأدنى من الغذاء الذي يبقيهم على قيد الحياة ولا يسد جوعهم، كما أن تأمين المياه وخصوصا تلك الصالحة للشرب لا يزال صعبا للغاية، ويتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداما كارثيا للأمن الغذائي بين نوفمبر تشرين الثاني 2024 وأبريل نيسان 2025 إلى 345,000 شخص، أي ما يعادل 16% من السكان. وسواء حدث ذلك أم لا، فإن المشاهد اليومية الصعبة لمعاناة الغزيين كافية لتحريك العالم الذي اختار الصمت. نتابع الآن فيديو اليوم. إلى اللقاء.